ازيكم يا شباب، اهلا بيكم مرة تاني. معانا النهاردة اول دروس الصف الثالث الاعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنبتدي بمنهج جغرافيا اللي هو بيتكلم عن قارات العالم. قبل ما نبدأ كده تعالوا كده واحدة واحدة نفهم المنهج بتاعنا كشكل عام بيتكلم عن ايه. احنا السنة دي بنتكلم عن قارات العالم. اول درس بنتعرف على اماكن القارات واهم مميزها. الدرس الثاني ايه اهم الجبال والهضاب والتضاريس اللي فيها. الدرس الثالث المناخ، الجو ايه، اقليم ايه واقليم ايه زي اللي خدناه في اولى اعدادي. الدرس اللي وراه بيحكي عن توزيع السلالات، وبنكتشف ان الانسان واحد من ثلاث سلالات، ثلاث اشكال. طب القاره دي ايه اكتر فيها سلاله نوعها ايه. الدرس اللي وراه توزيع السكان، بيتركزوا فين ويقلوا فين، خاصه السكان. ما نضيعش وقت ونبتدي في اول درس اللي هو قارات العالم. الدرس ده احنا بنسبة كام؟ 90% 70% او 60% خدناه في اولى اعدادي. احنا كده هنتذكر مع بعضينا عبارة عن ايه. الدرس ده بيتكلم الاول كده عن الكرة الارضية، فقال لك ان مساحة الكرة الارضية كام؟ 510 مليون كيلومتر مربع. الكرة الارضية بتنقسم الى حاجتين، يابس وماء. مساحة المية 70.7، مساحة اليابس 29.3. طيب ايه امثلة اليابس؟ ايه امثلة المية؟ المية سهلة جدا، محيطات، بحار، بحيرات، انهار، خلجان. امال اليابس؟ قارات. تعال نبدأ اول كده بالقارات. عدد القارات كام؟ عارفينها من اولى اعدادي ان هي 7. جه الناس راح مقسمينها لتلاتة واربعة. ايه تلاتة واربعة دي؟ ثلاثة قال عليهم قارات عالم قديم، اسيا، افريقيا، اوروبا. اما الباقيين امريكا الشمالية، اختها امريكا الجنوبية، قطبية جنوبية، اوروبا، استراليا، ده قارات عالم جديد. يبقى لما يقول لك قارات تنقسم هنا تقول اثنين، قديم وجديد، ثلاثة قدام تمام، واربعة والاربعة جداد. خلاص. طيب اكبر قارات العالم مساحة قارة اسيا، اصغر قارات العالم مساحة استراليا. يسألني حد سؤالين، اتفضل. السؤال الاول الجدول ده حفظ؟ طب احفظه بالترتيب؟ ايوه، لان ممكن يسألني يقول لي تحتل قارة نقط المركز الخامس بين قارات العالم، يبقى انا لازم اعرف ان هي القطبية الجنوبية. ممكن يسألني طب السؤال التاني، اتفضل. السؤال التاني يقول لي طب انا في كتاب المدرسة او في اي ملخص خارجي مكتوب النسب جنبيها، اقول لك دي الاستدلال عشان تعرف ان دي للاولى ودي للتانية ودي للتالتة. لكن انا كيهمني كطالب تالتة اعدادي يهمني اعرف ترتيب القارات. طيب فهمنا ترتيب القارات. اكبر قارة مين يا سيدي؟ اسيا. اصغر قارة مين يا سيدي؟ استراليا. طيب المحيطات، عدد المحيطات كام؟ 5. اكبر محيط المحيط الهادي، اصغر محيط قطب شمالي، اكبر محيط الهادي، اصغر محيط قطب مين؟ شمالي. المحيطات بالترتيب، هذا اطلنطي هندي، يبقى اول تاني تالت، هادي 1، 2 اطلنطي، 3 هندي. بعد كده الاخين، القطب الجنوبي، واخر واحد القطب مين؟ الشمالي. يبقى معنى الكلام ده ان اكبر محيط الهادي، اصغر محيط القطب الشمالي. طيب تعالى بقى ناخد قارات العالم والمحيطات على الخريطه. تبدا من اليمين، تبدا من الشمال، هنا محيط هادي، هنا محيط هادي. تاني، تبدا من اليمين، تبدا من الشمال، كده هادي وكده هادي. طيب تعال نبدا من ايه؟ من اليمين. في التلاتة اللي لازقين جنب بعض، التلاتة الجيران اللي ساكنين مع بعض من زمان، قدام جدا مع بعض، اسيا واوروبا، واللي تحتهم افريقيا، دول قارات العالم القديم. امال اللي تحت خالص ومنبوذه الصغيره دي، دي البدوم الصغيره، يبقى استراليا.
البت استر الصغيره قاره استراليا. الاثنين اللي ماسكين ايدين بعض ومقايمكجين بعض الاختين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طب هم اللي تحت اللي اقصى الجنوب القاره القطبيه الجنوبيه. تاني القارات الثلاثه اللي ساكنين جنب بعض، اسيا الكبيره جنبها اوروبا جنبها افريقيا. طب هم اللي ماسكين ايدين بعض الاختين، امريكا الشماليه واختها امريكا الجنوبيه. الصغيره مفيش واحده صغيره غير استراليا. طب هم اللي تحت خالص دي اللي في الجنوب، اديك قلتها يبقى القطبيه الجنوبيه. طب استنى يا مستر، المحيطات اقول لك عينيا. المحيطات اول ما اقول لك محيط وفي الشمال انت مغمض عينك ضيف لك كلمه القطبي، فتقولي يبقى المحيط القطبي مين؟ الشمال. طب المحيط واللي في الجنوب؟ المحيط القطبي الجنوبي. طيب بدانا من الشمال، ده المحيط الهادي. هادي يبقى مين؟ اطلنطي. بر اطلنطي هندي. هاد اطلنطي هندي، هاد اطلنطي هندي. وين الهاد؟ طب واللي فوق؟ اللي فوق ده اللي هو الشمال، يبقى محيط قطبي شمال. طب اللي في تحت؟ اللي في الجنوب، يبقى محيط قطبي جنوبي. ده اللي مطلوب مني في اساسيات الخريطه في اول جزئيه. نكمل مع بعض. طيب هناخد اول ثلاث تعريفات عندي في ثالثه اعدادي، ومهمين، مهمين جدا. اول تعريفين خدناهم في ثانيه اعدادي. اول واحد حكى عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي قال لك هو موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض وخطوط الطول. الله. تاني، هو موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض وخطوط مين؟ الطول. يعني ايه؟ ابسطها لك. في اولى اعدادي رسمنا الكره الارضيه وعملنا خطوط بالعرض عددهم 180 دائره. عملنا دوائر بالعرض عددهم 180 دايره، 90 دايره شمالا 90 دايره جنوبا، اسمهم دوائر العرض. وعملنا نفس القصه بالطول، رسمنا خطوط بالطول كان عددهم 360. بالبلدي كده ولو تفتكروا في سنه اولى اعدادي قلنا ان الكره الارضيه اتقسمت زي كراسه الجراف. بيت عباره عن مربعات صغيره في دوائر، في خطوط بالعرض وخطوط بالطول، وكل واحد برقم. عن طريق المربعات الخطوط الصغيره دي اللي فوق وتحت، اللي بالطول واللي بالعرض، قدرنا نحدد اي مكان. بتشوف المكان ده بدأ من كام، يبقى دي دايرة كذا. انتهى كام، يبقى دايرة كذا. خط طول كام، كذا. دايرة عرض كام، وهكذا. يبقى انا القصة كلها عشان ما تتوهش مني، انا اللي مطلوب مني اعرف يعني موقع فلك ايه. اقوله سهلة، هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. تاني والنبي، الموقع المكان بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. امال الجغرافي ده اللي بالنسبه للي حواليك، زي ما انت كنت قاعد في الفصل، مين قدامك مين وراك مين يمين مين شمال، اسمه الموقع مين؟ الجغرافي. فالموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى. تاني، هو موقع المكان بالنسبه للاماكن مين؟ الاخرى. بحار، محيطات، قارات، ودول مجاوره. تاني، هو موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى. من اماكن اخرى، بحار، محيطات، قارات، او دول مجاوره. اي حاجه حواليك على الحدود يبقى ده موقع جغرافي. يبقى خدنا تعريفين. تاني، موقع فلك موقع جغرافي. موقع الفلك موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض وخطوط الطول. اما الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى. مين اللي حواليا؟ مين اللي قدامي؟ مين اللي ورايا؟ مين اللي جنبي من الناحيه دي من الناحيه دي؟ سواء كان بحر، محيط، قاره، دوله، مش فارقه معايا. التعريف الثالث، وده اول تعريف اكتب عليه مهم جدا 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 جدا، اللي هو الدول الجذريه. يعني ايه كلمه دول جذريه؟ قال لك يعني معناه ان الدوله بتتكون من جزيره او اكثر، او تكون جزءا من جزيره. تقول لي مش فاهم حاجه، اقول لك طيب حاضر يا سيدي. الجزيرة عبارة عن حتة أرض وسط المية تحيطها من كل النواحي. دي سهلة. يجي مجموعة ناس يسكنوا على الجزيرة دي يعملوا دولة، فيبقى الدولة دي إيه؟ اسمها دولة جزرية، يعني ناس عملوا دولة على الجزيرة. أو يسكنوا على جزيرتين مع بعض ويعملوا عليها دولة واحدة، يبقى الدولة هنا بتتكون من أكثر من جزيرة. أو إن الجزيرة كبيرة فمجموعة يعملوا دولة وناس جنبهم يعملوا دولة، يعني على الجزيرة الكبيرة تلات أربع دول، يبقى تكون جزءا من مين؟ ها؟ جزيرة. يبقى الدولة الجزرية هي الدولة التي تتكون من أيوه جزيرة
او اكثر او جزء من ميان جزيرة. قارات العالم القاري ميان اسيا افريقيا اوروبا والباقي قارات عالم جديد. طيب اول قارة عندي اسيا هي دي الكبيرة شوية. خلصناها الدرس يجري. اسيا الموقع الفلكي بتاعها كام نحاول نعرفه. بتبدأ من دائرة على 81 شمالا، بدايتها عند دائرة بصينا في رقم الجنيه 81 شمالا الى 10 جنوبا، وخط طول 26 شرقا و 170 غربا. طب الارقام دي حاول تحفظها، حاول. اهم حاجة اللي عندي الجاية دي بقى، ودي على الخريطة دايما بتجيلك، هو في دوائر عرض رئيسية بتعدي فيها. اقول لك من الخريطة واضحة. لو بصينا تحت خالص هتلاقي هنا دائرة ميان الاستواء، ودائرة الاستواء دي يعني اخر حتة في اسيا، يعني يا دوب لمست فيها. عشان كده في الكتاب قال لك ايه، وتقع دائرة اقصى جنوب قارة اسيا، يعني ايه على اخر لحظة، زي ما يكون واحد كان مسافر فالقطر اتحرك فهو يا دوب يعني لحق القطر على اخر لحظة، فدي مرت على اخر حتة من اسيا. لكن لو طلعنا شوية في الجنوب هتلاقي مدار السرطان. ايه ده؟ طب ايه ده يلخبطني؟ طبعا طبعا. ليه؟ لان يقول لك تمر دائرة عرض نقط في الجنوب. لو كتبت دائرة الاستواء غلط، لازم تكتب مدار ميان السرطان. لكن لما يقول لي اقصى الجنوب او في الاطراف الجنوبية دائرة الاستواء. اما في الشمال فدي مفيش غير يبقى دي الدائرة القطبية الشمالية. نرجع كده تاني. حاضر. يبقى يمر فيها دائرة الاستواء في الاطراف الجنوبية، مدار السرطان في النصف الجنوبي، دائرة القطبية الشمالية في الاطراف مين الشمالية. تعالى بقى نخش على الموقع الجغرافي. مين اللي حواليها؟ قال لك المية حواليها من ثلاث جهات. اول حاجة في الشمال ومحيط، يبقى تقول لي شمال ومحيط، يبقى المحيط القطب الشمالي. ناحية الغرب المحيط الهادي، في ناحية الجنوب المحيط هندي، يبقى قطب شمالي هادي هندي في آسيا. قطب شمالي في الشمال، في ناحية الغرب المحيط الهادي عشان دي بداية الكرة الأرضية من ناحية اليمين، وتحتنا المحيط مين الهندي، وهنا دولة الهند اهي عشان كده يقولوا عليه محيط هندي. طيب ايه تاني؟ طب ناحية الغرب تقول استنى بقى، ناحية الغرب حاجات كتير قوي. اقول لك ايه هي اول حاجة باينة عندي؟ قارة اوروبا. اقول لك الله ينور عليك، اوروبا الجارة بتاعتها. تنزل تحت تلاقي الحتة دي ده البحر المتوسط، تنزل تحت تلاقي السبعة اهي بتاعت البحر الاحمر بتاعت سينا، وده البحر الاحمر. يبقى ناحية الغرب في كام حاجة؟ تلاتة، اوروبا بحر متوسط بحر احمر، تاني اوروبا بحر متوسط بحر احمر، تاني اوروبا بحر متوسط بحر احمر. راجع الكلمتين دول تاني. حاضر. في الشمال محيط، تقولي بس واضحه محيط قطب شمالي. في الغرب واضحه محيط هادي. في الجنوب محيط هندي. امال الغرب؟ اوروبا بحر متوسط بحر احمر. نرجع تاني يا صديقي نكمل. هادهم يا عم نفس الكلمتين اللي قلناهم. يعني حضرتك لو جبت خريطه فاضيه وحفظت الكلام ده على الخريطه يغنيك عن انك تحفظ بالورقه والقلم في الدرس. محيط هادي شرقا، قطب شمالي شمالا، محيط هندي جنوبا، اوروبا بحر متوسط بحر احمر غربا. طيب كم ملحوظه كده في اسيا عشان يبقى خلصنا اسيا. في اسيا في اكبر بحر داخلي مغلق اللي هو بحر قزوين. يعني مغلق؟ البحر ده مقفول على نفسه، يعني لابس بحوطه من كل حته، فهو ملوش علاقه لا بمحيط، يعني مفيش اتصال بينه وبين محيط زي بقى البحار، او حتى اتصال بينه وبين اي بحر. حد يسالني كده امال الميه بتيجي منين؟ اقول لك ميه بتيجي عن طريق ان في نهر بيصب فيه، هناخده بعدين. يبقى اكبر بحر داخلي مغلق موجود في اسيا اللي هو بحر مين؟ قزوين. فين مكانه؟ اهو اهي، ومكانه مهم جدا على الخريطة. طيب هل في اسيا في جزر؟ في جزيرتين، جزر اليابان اللي عليها دولة اليابان،
وجزر تحت اسمها جزر الفلبين. يبقى انا عندي كام جزيره؟ 2، جزر اليابان وجزر الفلبين. يبقى الجزر القريبه منها زي جزر اليابان وجزر مين؟ الفلبين. ومعلومه لحضرتك، دي دوله جزريه، يعني دوله اليابان ودوله الفلبين عايشين على الجزر. في اشباه جزر، الجزيره 4 نواحي فيها ميه اشباه الجزيره 3 بس، في ناحيه فيها يابس. زي 2، شبه الجزيره العربيه شبه جزيره الملايو. تاني، شبه جزيره عربيه شبه جزيره مين؟ الملايو. ملايو. تاني، اشباه الجزر زي مين؟ شبه الجزيره العربيه شبه جزيره الملايو. تعالى بقى ناخد الحتتين دول. طيب قاره اسيا وقاره اوروبا، مش هما الاثنين جنب بعض؟ ليه ما خليهمش قاره واحده؟ قال لك لان في فيصل بينهم. الفيصل ده اسمه جبال الاورال. جبال مين؟ الاورال. جبال الاورال دي تفصل بين قاره اسيا وقاره مين؟ اوروبا. يبقى فيصل بالاثنين جبال مين؟ الاوروبا. يبقى لما يرسم لنا جبل يقول لي جبل، اقول له جبل الاورال. اما اسيا وافريقيا يفصل منهم، تقولي ثانيه كده، ايوه ابو سبعه ده البحر الاحمر، صح. يبقى يفصل اسيا عن اوروبا الاورال، جبال الاورال. اما اسيا عن افريقيا البحر مين؟ الاحمر. كده قال لك حاجه مهمه، قال لك طب اسيا وافريقيا بيتصلوا في حته ويقتربوا في حته، ايه ده؟ هو في فرق بين الاثنين؟ طبعا. يقتربوا يعني في مسافه قريبه قوي من بعض بس في فاصل برضه، لكن يتصلوا يعني الحته ايه؟ حته واحده جنب بعضها، يعني انت تحط رجل في اسيا ورجل في افريقيا مفيش فاصل، لكن يقتربوا في فاصل بس صغير. تعال راقب كده ونبص، الحته دي تفصل بين اسيا وافريقيا بس قريبه من بعض، ده مضيق باب المندب. فهم بيقربوا من بعض عند مضيق باب المندب، لكن يتصلوا ببعض عند شبه جزيره سيناء. تاني، يبقى يفصل اسيا عن افريقيا البحر الاحمر، لكن تقترب اسيا من افريقيا عند باب المندب ويتصلوا مع بعض في شبه جزيره سيناء، صح. تاني، تقترب قاره اسيا من افريقيا عند مضيق باب المندب، لكنهم يتصلوا ببعض عند شبه جزيره سيناء. نراجع الكم ملحوظه وتبقى خلصت اسيا. اسيا فيها اكبر بحر داخلي مغلق، هو بحر، ايوه ده بحر قزوين. اسيا فيها جزر زي جزر اليابان والفلبين، اليابان ومين؟ الفلبين، لكن اشبه الجزر شبه الجزيره العربيه وشبه جزيره الملايو. شبه الجزيره العربيه شبه جزيره الملايو. طيب ايه تاني؟ اسيا واوروبا يفصلهم جبال الاورال، اسيا وافريقيا يفصلهم البحر الاحمر، يقربوا من بعض عند مضيق باب المندب، لكن يبقى في اتصال، يتصلوا ببعض عند مين؟ شبه جزيره سيناء. تحط رجل هنا ورجل هنا تبقى بين الاثنين. طيب نكمل، خلصنا اسيا. يبقى المطلوب من سيادتك ان انت هتجيب خريطه فاضيه لاسيا صماء وطلع الحاجات دي يا معلم، تبقى زي الفل الدنيا معاك. افريقيا، الموقع الفلكي حاول تعرفه، تمتد ما بين دائرتي العرض 37 ونص شمال حتى 34 ونص، خط طول 51 شرقا حتى 1 وحتى 17 غرب. تعالى مع بعض من غير ما نبص للكلام مكتوب نحاول نطلع. شايف قدامك في كام دايره عرض في افريقيا بيمروا؟ 3. في الشمال ده مين؟ اقرا كده، مدار السرطان. في الجنوب ده، في الوسط ده مين؟ دائره الاستواء. طب في الجنوب مدار الجدي، الله ينور عليك. يبقى في كام دائره عرض تمر في افريقيا؟ 3. في الشمال مدار السرطان، في الوسط دائره الاستواء، في الجنوب مدار الجدي. طب تعال ناخد الحدود يا سيدي. ماشي، انا افريقيا اهي في الشمال البحر المتوسط، ولو ربنا كرمك خدت مركب وطلعت من البحر المتوسط بس هجره شرعيه وطلعت ماشي 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 ماشي، هتخش على قاره مين؟ ده اوروبا. يبقى اللي بيفصل اوروبا عن افريقيا من البحر المتوسط،
يعني لو طلعت من اوروبا ورجعت تاني عديت البحر المتوسط هتلاقي نفسك عديت على افريقيا، وصلت افريقيا. يبقى اوروبا وافريقيا يفصلهم البحر المتوسط. طيب في ناحية الغرب ده كله، ده اسمه المحيط الاطلنطي. الله، ده ناحية الغرب المحيط الاطلنطي. طب امال ناحية الشرق؟ اتنين، البحر الاحمر، وتكمل تخش على المحيط الهندي. يبقى من ناحية الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي. تاني الحدود، حاول كده تتخيل الخريطة معايا حتى ما تبصش للشاشة. في الشمال البحر المتوسط، ولما عدي اوصل لمين؟ اوروبا، فيفصل افريقيا عن اوروبا البحر المتوسط. في ناحية الغرب المحيط الاطلنطي. في ناحية الشرق البحر الاحمر، والبحر محيط مين؟ الهندي. عظيم. طيب ايه الملحوظات اللي موجودة هناك؟ طاقل، مهمة جدا، قليلة. الجزر بافريقيا، يبقى لما اقول صح غلط تكسر الجزر بقارة افريقيا، اقول له لا يا مستر غلط، انت قلت لي تقل. طب في جزر بس قليلة، زي جزيرة كبيرة هنا اسمها جزيرة مدغشقر، جزيرة مدغشقر. وفي جزر صغيرة هنا اسمها جزر القمر، تقول عليها قمر بس هي قمر، المهم تتكتب صح. يبقى امثلة الجزر في افريقيا اتنين، جزيرة مدغشقر مهمة جدا 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 على الخريطة، اما الجزر جزر مين؟ القمر. يبقى جزر القمر وجزيرة مدغشقر. نكمل بقى خلاص، وقف الفيديو، راجع اسيا وافريقيا على الخريطة تاني، ونرجع تاني نكمل اوروبا. اوروبا، الموقع الفلكي لاوروبا تمتد من 36 شمالا حتى 71 شمالا. الله، ايه الكلام ده؟ يعني ان اوروبا كلها تقع شمال دائرة الاستواء، عشان كده شمال شمال. لو كانت عديها على الاستواء كنا قلنا جنوب. غرب ايسلندا، يعني غرب ايسلندا؟ يعني حضرتك ان اوروبا دي اخر حتة فيها جزيرة اسمها جزيرة ايسلندا هنا، فهي اوروبا غرب يعني الدائرة دي غرب ايسلندا، يعني احنا اخرنا الحتة اللي عند غرب ايسلندا دي، فدي دائرة العرض بتمر هنا. طيب وخط طول، بص يا سيدي، وخط طول يصل من 25 غربا حتى 66 شرقا. يبقى تاني، تمتد من دائرة العرض 36 شمالا حتى 71 شمالا، غرب ايسلندا مش مهم قوي. خط 45 غربا 66 شرقا، ما تربكش نفسك بالارقام، حاول تعرفهم بس ما تربكش نفسك. يهمني دوائر العرض اللي بتمر. بص يا سيدي، دوائر العرض اللي بتمر اتنين، سوري واحدة، واحدة يتيمة ما فيش غيرها، اسمها الدائرة القطبية الشمالية. بس لاحظ ان في خط اسمه خط مين؟ جرينتش، بيعدي ناحية الغرب، ولو تلاحظ انه مكمل على مين؟ افريقيا. بمعنى الكلام ده ان خط جرينتش بيمر في غرب كل من اوروبا وافريقيا، لكن دائرة العرض الرئيسية بتعدي الدائرة القطبية الشمالية. كمل. ايه تاني؟ يبقى انا كده خدت ان في اوروبا دائرة قطبية شمالية في اطرافها الشمالية، وخط جرينتش تحت الغرب. الحدود، تعالى بقى نشوف حدودها. في الشمال محيط، اللي بس حلتها محيطه في الشمال يبقى محيط قطب شمالي. في الغرب زي افريقيا محيط اطلنطي. في الجنوب اللي قلنا بنعديه ونوصل لافريقيا يبقى البحر مين؟ المتوسط. امال الشرق قارة مين؟ اسيا، الذي يفصل بينها جبال، ايوه الاورال. جبال مين؟ الاورال. تاني، يبقى في الشمال محيط قطبي شمالي، في الغرب محيط اطلنطي، في الجنوب بحر مين؟ متوسط، عديه توصل افريقيا. اما ناحية الشرق فتوجد جبال مين؟ الاورال، مش كورال، اورال. اللي يقول لي الكورال ده في الموسيقى، لكن احنا عندنا اورال، اللي يفصل بين قارة اسيا وقارة اوروبا. تمام، خلاص نكمل. ايه تاني؟ اوروبا بقى فيها ميزة، ربنا ميز اوروبا بحاجتين، كسرة الجزر، تاني قول تاني، كسرة الجزر، ولا تالت، كسرة الجزر
اشمعنى؟ عشان احنا قلنا في افريقيا ان الجزر مالها تقل الجزر، صح؟ قصة الجزر وتعرج السواحل، يعني تعرج السواحل، يعني كلمة تعرج في اللغة العربية بتساوي عدم الاستقامة، تعوج، معوجة، يعني مش مستقيمة. يعني حضرتك لو بصيت كده على الخريطة تلاقي بص ناحية البحر طالعة ونازلة، مش خط مستقيم. بص مش مستقيم، مفيش استقامة، طالعة ونازلة، داخلة جوه المية وطالعة تاني. عدم الاستقامة والجزر اللي موجودة دي النتيجة ساعد على إنشاء المناطق الطبيعية، إن بياخدوا الأماكن على أطراف البحر يعملوا فيها ميناء تقف فيها السفن، تزود بالوقود زي كده استراحات على الطريق بس دي في المية. يبقى لما أقول لي إيه النتيجة على تعرج السواحل وقصة الجزء بأوروبا، تقول النتيجة واضحة إن إنشاء الموانئ الطبيعية. يبقى قصة إنشاء الموانئ الطبيعية بما تفسر قصد انشاء الموانئ الطبيعيه باوروبا، اقول له بسبب تعرج السواحل وكثره الجزر. كده خلصنا اوروبا، تعرف حدودها فين، تعرف دائره العرض بتمر فيها ايه. السؤال بتاعنا المهم اللي بيتكرر دايما في الامتحانات، ليه كثره انشاء الموانئ الطبيعيه؟ ليه؟ عشان تعرج السواحل وكثره الجزر. نخش في اللي وراها، امريكا الشماليه، ودخلنا في الساحلين، الدرس قرب يخلص. امريكا الشماليه لو حضرتك تعالى بص على الخريطه على طول، سيبك من الكلام المكتوب. امريكا الشماليه حضرتك بيعدي فيها دايرتين عرض، مدار السرطان في الجنوب، واكيد يبقى الدائره القطبيه الشماليه ده اقل واجب، ده اسمها امريكا الشماليه، يبقى اكيد هيعدي فيها مين؟ دائره قطبيه شماليه، شماليه في شماليه، ومدار السرطان. طيب من كام لكام؟ من 7.5 شمال الى 83 مش بيعدي فيها خط الاستواء، ومن 10 غربا حتى 168 يعني مش بتعدي على خط جرينتش، كلها غرب جرينتش. اهم حاجه دي السرطان في الجنوب والدائره القطبيه الشماليه في الشمال. الحدود طلعها انت يا سيدي، في الشمال محيط يبقى محيط قطبي شمال، في الغرب ما دي اخر، خلي بالك تخيل معايا امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه كانت اخر حته من الخريطه، فكان او هنا المحيط الهادي وهنا هادي وهنا اطلنطي، يبقى هادي وهنا المحيط الاطلنطي، يبقى في الغرب المحيط الاطلنطي، في الشرق المحيط سوري في الغرب المحيط الهادي، في الشرق المحيط الاطلنطي. لو نزلنا من امريكا الشماليه هتلاقي هنا امريكا مين؟ الجنوبيه. طب ايه الفيصل اللي بين الاثنين اللي هو في الجنوب الشرقي؟ خليج المكسيك وبحر الكاريبي، يبقى يفصل امريكا الشماليه عن الجنوبيه الاثنين، خليج المكسيك بحر مين؟ كاريبي. تاني خليج المكسيك وبحر مين؟ كاريبي، يبقى المكسيك وكاريبي، قريبك قريبي في المكسيك، يبقى خليج المكسيك وبحر كاريبي، قريبي عايش فين؟ في المكسيك. يبقى تفصل بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه خليج المكسيك وبحر كاريبي. ادي المطلوب منك في امريكا الشماليه، مدار السرطان في الجنوب، دائره قطبيه في الشمال، محيط اطلنطي شرقا، محيط هادي غربا، جنوب شرقي خليج المكسيك وبحر كاريبي، اما اللي في الشمال المحيط يبقى قطب شمالي. نخش على اللي وراها، امريكا الجنوبيه. ارجو من حضرتك قبل ما تبدا في امريكا الجنوبيه وقف وراجع اوروبا وامريكا الشماليه، راجع اوروبا وامريكا الشماليه عشان يبقى اول مره راجعنا اسيا وافريقيا، بعد كده وقف عشان راجع اوروبا امريكا الشماليه، بعد كده امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه من دائره عرض كام؟ 12 شمالا حتى 56، يبقى معنى الكلام ده شمال وجنوب يبقى في النص في دائرة 2 الاستواء، صح اهي. وخط طول 35 غربا حتى 81 غربا، يبقى كلها تقع غرب خط جرينتش. اهم حاجة عندي ان شكلها تبدو على شكل مين؟ مثلث، عبارة عن مثلث، تمام. بيعدي في كام دائرة عرض رئيسية؟ ده الكلام المهم، دائرة الاستواء اهي، ومدار الجدي اهو في الجنوب في وسطها. في الشمال دائرة الاستواء، يهمني تبقى عارفها مع الخريطة قوي، وفي وسطها مدار الجدي. بص يا سيدي، المحيط الاطلنطي فين؟ في الشرق، محيط هادي في الغرب،
اما في الشمال بحر مين؟ الكاريبي. قلت محيط اطلنطي في الغرب في الشرق، محيط هادي في الغرب، في الشمال بحر الكاريبي. ايه ده؟ بحر الكاريبي خدناه. تقول ايوه ده اللي لسه مراجعه حالا، ده اللي بيفصل بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. يبقى في الشمال بحر مين؟ كاريبي. وهنا في الشرق المحيط الاطلنطي، في الغرب المحيط الهادي. تبدو امريكا الجنوبيه على شكل مثلث، يمر في الشمال دائره الاستواء، اما في الوسط مدار الجدي. اصغر قاره استراليا تمتد ما بين 10 جنوبا الى 44 جنوبا و 113 شرقا حتى 178 شرقا برضو. يبقى معناها جنوب وجنوب وشرق وشرق، يعني هي في جنوب خط الاستواء بيعدي فوقيها فهي في النصف الجنوبي، وفي نية خط جرينيتش بيعدي هنا فهي كلها ناحية الشرق. يهمني بس ان الدايرة الوحيدة اللي بتعدي فيها مدار الجدي، يبقى يمر فيها دائرة عرض واحدة يتيمة في وسطها هي مدار الجدي. الحدود زي ما تشوف على الخريطة، ناحية الشرق المحيط الهادي، ناحية الغرب والجنوب المحيط الهندي، كل ده محيط هندي. امال الشمال بحر ارفوار، ارفو او يقولوا عليه ارافورا، بحر مين؟ ارافورا. ارافورا ده يفصلها عن جزر مين؟ اندونيسيا. بحر ارافورا يفصل عن مين؟ اندونيسيا. يا مستر ما تقفرش سهله خلاص، حاضر يا سيدي. يبقى اللي يفصل عن اندونيسيا واستراليا يا عم عشان ما اوفرش عليك ارافورا، يبقى ما تقفرش، فيبقى مين؟ بحر مين؟ ارافورا. استراليا دي تحيطها الميه من كل ناحيه، لذلك تعتبر ان هي جزيره كبيره يحيطها المياه من جميع اجهاد. طب هي فيها جزر؟ فيها جزر اسمها جزر نيوزلندا، ودي اتنين، نيوزلندا الشماليه فوق، نيوزلندا الجنوبيه تحت، وجزيره اسمها تسمانيا. تسمانيا تمام. يبقى استراليا فيها جزر؟ فيها جزر، تتكون مجموعه من الجزر. فيها نيوزلندا، ودي مقسومه اتنين، نيوزلندا الشماليه ونيوزلندا الجنوبيه، فوق شماليه تحت جنوبيه، وتسمانيا. تسمين مانيا تمام. يبقى انا عند استراليا يمر فيها دائره عرض وحيده اسمها مدار الجدي في الوسط، في الشرق المحيط الهادي، في الغرب والجنوب محيط هندي، في الشمال يفصل عن اندونيسيا ما تقفرش يا مستر، يبقى بحر مين؟ ارافورا. تعتبر الجزر زي جزر نيوزلندا، ودي مقسومه اتنين، نيوزلندا شمالية ونيوزلندا جنوبيه، ويفصلها هنا في جزيره مين؟ تسمانيا. تعتبر استراليا جزيره كبيره ليه؟ تحيطها المياه من جميع الجهات. القاره القطبيه الجنوبيه انتاركتيكا، دي اخر حته في الكره الارضيه، فهي من اسمها مسمى قاره قطبيه جنوبيه، يبقى هي بيعدي فيها اي باي اقصى جنوب الكره الارضيه، ودي الوحيده اللي بيعدي فيها ايه؟ المحيط القطبي الجنوبي. احنا ما لناش سيرته في الدرس كله، اوعى تغلط في مره يقول لك محيطه في الجنوب تقول لي محيط قطبي جنوبي. الدرس كله ناضي ما جبتش سيرته غير اول حاجه لما شاورت لك عليه. لكن اي قاره من القارات استبعد محيط قطبي جنوبي، هو موجود بس في القاره القطبيه الجنوبيه، وما فيهاش غير دايره عرض واحده اللي هي دائره القطبيه الجنوبيه. طيب النتيجه على ان هي تقع اقصى جنوب الكره الارضيه، قال لك اصبحت متجمده كلها تلج ما فيهاش سكان. النتيجه على ان اصبحت متجمده، اصبحت غير مهوله بالسكان، يبقى انها تقع اقصى جنوب الكره الارضيه، النتيجه اصبحت متجمده، ونتيجه التجمد ده ما فيهاش سكان عايشين فيها، فغير مهوله بالسكان. كل اللي فيها مراكز بحوث زي روسيا الولايات المتحده وفرنسا وانجلترا، احفظهم هم عكس بعض، فرنسا كانت ضد انجلترا في الحرب، والولايات المتحده كانت ضد الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا. يبقى الدول فرنسا وضدها كانت انجلترا، الولايات المتحده وضدها روسيا، دي اهم البلاد اللي بتبعد علماء يعمل ابحاث هناك. بكده كنا خلصنا الدرس تمام. لو في اي اسئله عندكم ابعتولي واحنا نجاوب مع بعضينا. شكرا ليكم، مع السلامه.